انا فاضل لي دقيقه. قلت لي انا اريد من الرئيس عباس ابو مازن ان يفعل 1 2 3، ما الذي تريد من جماعه الدول العربيه ان تفعله ان فعلت؟ ما خلصت ما خلص اجتماع وزراء الخارجيه العربيه، ما فيش الا بكره بنطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس انه يطلبوا من امريكا الا ترسل اي نائب الرئيس، يطلبوا من امريكا انه احنا مضطرين ان نعلن عن مواقف مختلفه عن اللي بيصيرها، نحن لن نتعاطى مع اي موقف سياسي ما لم يتم الاعتراف بالقدس عاصمه لدوله فلسطين، وان يتم التعامل مع دوله فلسطين، وانه الموضوع مش تفاوضي. دولة فلسطين ليس للمفاوضات. دولة فلسطين لم تعد موضوع تفاوضي. من يفاوض على دولة فلسطين يتنازل عن قرار الأمم المتحدة. وهذا الحكي بده يسمعه الجميع. دولة فلسطين ليست موضوع تفاوضي. العلاقة بين دولة فلسطين ودولة الكيان وما علق بينهما هو التفاوض. دون ذلك عبث عبث عبث. ونغني مع ابو شعبان عبد الرحيم بعد. عايز اشكرك جدا على قبول الدعوه النهارده، شكرا جدا جدا على وجودك، كل الشكر للكاتب الصحفي الفلسطيني الكبير السيد حسن عصفور، وايضا وزير المفاوضات الفلسطيني السابق. خلينا بس نرجع بالذهن شويتين لورا، السؤال هو او احنا عاوزين دولتين ولا عايزين دوله؟ يعني هي احنا لينا حق في ارضنا التاريخيه فلسطين، ولا احنا لينا حق بس في الحته اللي للاسف الشديد بيجري عليها التفاوض؟ ده سؤال. السؤال اللي بعده، لما يبقى في دوله واحده، الا تظن انه بحال من الاحوال بوجود الثقل السكاني العربي انه يجي رئيس حكومه عربي؟ تمام، يعني احنا مستعدين ندي الصهاينه اللي ادهولهم الانجليز ونكمل في المفاوضه؟ طب الامريكان انحازوا لطرف، احنا هنكمل مع الامريكان؟ مش مشكله. خلصت الحلقه لحد كده، خلونا ننتظر لقاء القمه ما بين الرئيس المصري والرئيس الفلسطيني، ونشوف الى اين سوف تذهب بنا مقدرات الاحوال. وكل عام وانتم بخير، واشكروا جدا ترامب انه بيحاول يوحد الموقف العربي. ان توحد ما جالوش توحد. سلامات.